نوح القدو عراقي الجنسية وبريطاني، مقيم في بريطانيا من 34 سنة بين بريطانيا وأيرلندا، وعضو هيئة آل مكتوم الخيرية، مجلس إدارة هيئة المكتوم الخيرية، ومنتدب كمدير لمركز السلام، بالإضافة إلى عملي كمدير لمركز الثقافي الاجتماعي الثقافي مركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا. أنا الآن مسؤول مفوض من قبل مجلس الإدارة في إدارة المركز. أنا مدير مركز فعليا. المركز يسير من على أساس أنه مؤسسة وعمل مؤسسي، وهذا نظام الذي نعمل به نحن في هيئة المكتوم. ففيه جانب الإداري، وفيه الجانب الدعوي، وفيه الجانب الخدمي. الجانب الدعوي وهو الأهم كما تعلمون، المسجد بإمامه وليس بمن يخدم فيه. المسجد عنوانه هو الإمام، فقسم الدعوة مسؤول عنها الإمام الشيخ عز الدين، وهو مغربي من الشباب الجيل الثاني، ممن الحمد لله يعني نظن به ظنا حسنا بقدرته في إدارة هذا القسم الحيوي وبصفته الإمام. ويقوم يساعده الشيخ محمد، وأيضا هو مغربي ومساعد له في قسمين، في إقامة الصلوات وإمامة الناس، ويساعده أيضا في إدارة المدرسة. لدينا مدرسة بدأناها الحمد لله خلال الأشهر الماضية، والمدرسين كلهم أيضا مغاربة فيها الحمد لله. هذا القسم الدعوي، وعندي هذا أهم من أي قسم آخر. القسم الإداري الأخ يعقوب، وهو هولندي الأصل، وهولندي وذو خبرة طيبة، واخترناه بعد مقابلات مع مجموعة، اخترناه ليكون مديرا للمشروع، ويساعده في قسم الخدمات الأخت هدى، وهي مسؤولة عن الاستقبال، وكذلك مسؤولة عن نشاطات القسم النسائي. كل نشاطات القسم النسائي هي تتابعها ومسؤولة عنها، وهي أخت مغربية شابة ما شاء الله، ولديها قدرات متميزة. ثم بقية الخدمات كما تعلم، النظافة والسكيورتي وما إلى ذلك من الأمور، هذه موكلة إلى منهم من هو مغربي، منهم من هو غير ذلك. يعني نحن نحرص دائما على أن يكون هناك أنا أسميه الطيف الإسلامي الذي يختلط فيه كل الناس، أن لا يكون. ماذا نعني بالإقصاء؟ هذا هو السؤال الذي المهم عندي. يعني ما هو الإقصاء؟ المسجد مفتوح لكل الناس، والمسجد بعماره كما يقولون. عماره من هم؟ عمار المسجد هم رواد المسجد. أنا عندي 95% ما شاء الله من رواد المسجد من المغاربة، يمارسون شعائرهم، يحضرون البرامج، يتفاعلون معنا، ولا يوجد أي إقصاء لأحد إطلاقا. لم يتم إقصاء أحد، لا من قريب ولا من بعد، إذا تكلمنا عن الإقصاء في حضور المسجد وأنشطة. أما إذا نتكلم عن إقصاء في الإدارة، أنه أنت فهذه مسائل. نحن مؤسسة ونتعامل في كل عمل مع المؤسسة، حتى اخترنا هذا الإمام أخونا الشيخ عز الدين، أخذ منا وقت طويل، غيرنا 3 أئمة حتى نصل إلى هذا الرجل الذي الآن نثق إن شاء الله أنه أهل لهذا الرجل، يخطب بالهولندية والعربية ويتكلم اللغة الريفية مع الناس، فرجل ذو قدرات متميزة الحمد لله، حتى نصل إلى هذا. واليوم عيننا مدير، فشل هذا المدير، غيرناه إلى من هو أحسن منه. لكن أنت لما تعين واحد بناء على مقابلات، تنتظر تعطيه فرصته في أن يثبت نفسه، إما صوابا أو خطأ، يثبت نفسه أنه ناجح أو أنه فاشل، ما يستطيع أن يدير المشروع، فعند ذلك لك الحق في تغييره.
فليس هناك إقصاء لأحد، ولم نقص أحدا إطلاقا بأي شكل من الأشكال. أنا عاشرت فكرة المسجد منذ نشأته وأمثل هيئة المكتوم فيها، لا أعلم أن أحدا ما من المغاربة جزاهم الله خيرا أعطاني درهما واحدا أو كما يقولون يورو واحد أو خلدة واحدة. نحن لم نستلم في هيئة المكتوم دعم من أحد إطلاقا. أما يقال أنه جمعت أموال وجمعت 14 ولا 15 كيلو ذهب وجمعت 400 ألف ولا 500 ألف خلدة زين وجمع مليونين وتسعة بالعشرة يورو، فليسألوا من أعطوها لمن، يعني لمن أعطيت هذه الأموال؟ ما معقول المليونين وتسعمائة ألف ستوضع نقدا في جيب واحد من الناس هذه، لابد أن أعطيت إلى حساب معين، أعطيت إلى جهة ما. من أعطيت لمن أعطيت هذه؟ يسألوا من أعطوه، إذا كانوا أعطوني يحاسبوني أنا، إذا كانوا أعطوا أي أعضاء مجلس إدارة هيئة المكتوم يحاسبوه، لكن لا أعلم أن هناك يورو واحد دفع من جهة لصالح. ربما يتحدث عن المسجد القديم الذي كان موجود، والمسجد اللي في الزاوية هنا قريب جدا من المكان، هذا المسجد ولا أظن أخي جمع 3 ملايين، يعني ما أعتقد، أنا لا أعلم. المهم أنني لا أعلم شيئا، وهيئة المكتوم أنا كتبت لهم أسألهم إذا عندهم أي معلومة أو استلموا من أي واحد مبلغ، لم يستلموا أحد من أي واحد درهما واحد. فصارت ويعني الذي يعني الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب تقول جمعنا، هات برهانك، جمعتها لمن أعطيتها؟ أعطيتها لنوح؟ نعم حاسب نوح، كيف أعطيتها نقدا؟ أودعتها في حسابه الشخصي؟ أودعتها في حساب هيئة المكتوم؟ أنا شخصياً لا أعلم عنها شيئاً، وأنا أمثل هيئة المكتوم يعني فعلياً كمسؤول من 2007. من 2007 أنا أمثل هيئة المكتوم كمتابع للمشروع، كنت آجي من أيرلندا إلى هنا حتى أتابع المشروع لما كان البناء توقف وتعطل بسبب المشاكل التي حصلت في البناء مع المقاول وما إلى ذلك، فكلفت أنا بعدها أني أتابع هذا المشروع، لكني أنا عشت مع المشروع من أول إرهاصاته الأولى، إنما لم أكن جزءا منه، بمعنى أني لم أكن مسؤولا مباشرا عنه. نعم لا أعلم عن هذا المبلغ شيئا ولم أسمع به. الهيئة أنفقت ملايين على المشروع منذ العقد الأول، 3 مليون مع المقاول التركي الهيئة مسؤولة عنه ودفعت له، ثم بعد ذلك تلاه لما صار عندنا مشكلة مع الكونتراكتر التركي واستمرينا بالمشروع، فجئنا بمتعاقد مغربي جزاه الله خير وهو معنا لحد الآن أكمل المشروع. طيب هذه كلها الأموال دفعت من قبل هيئة المكتوم الخيرية، أما أي دفع آخر أنا لا أعلم به، يعني لم ندفع لم نستلم نحن مبلغ آخر. نعم هذه إذا مشاركة المكتوم بكل البناء، نحن كل ما ترتب على المبنى نحن قمنا به ودفعنا أمواله. المشاركة التي أعلمها هي الفكرة، الفكرة الأولى جاءت من المغاربة حينما ذهبوا إلى الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في البداية وقابلوه وعرضوا عليه الفكرة، فجزاه الله خيرا وافق على مبدأ الفكرة، وهذه كانت المشاركة. ثم هم تواجدهم مع العمل، متابعتهم للعمل، أخونا أبو طاهر كان يتابع العمل، وكان أخ أحمد جديد معه يتابعون العمل بشكل يومي. أم هذا الجهد لا ينكر، نحن لا ننكر جهد أحد، بالعكس نحن نثمن هذا الجهد، ولولاهم ما كانت الفكرة، ولولاهم لما كانت المتابعة
للمشروع وقيام هذا المشروع بالشكل الذي نراهم بذلوا الجهد في هذا الجانب، هذا لا خلاف عليه. أما دفعوا أموال، ربما تكون الأموال التي دفعت إلى المركز هناك وما حصل يعني من نقل المركز إلى هنا، هذه المسائل ممكن يكون يساهم بها، وهي مساهمة محدودة جدا، لكن بالنسبة لنا ثمينة جدا، لأن الفكرة هو الأصل، الفكرة أنها كانت من المغاربة جزاهم الله خير، ولولا جاؤنا ما كنا نعرف إحنا عن روتردام، كنا رحنا إلى مكان آخر. وهذا نفس الشيء حصل في أيرلندا، لولا ذهب مجموعة من الجالية المسلمة في أيرلندا تذهب إلى الشيخ حمدان وتقابله وتعرض عليه الفكرة، لما كان يعرف الشيخ حمدان شيء عن أيرلندا واحتياجها إلى مسجد كبير مثل هذا. فالفكرة أهم شيء، والجهد الذي بذل لا أحد ينكره إطلاقا، كل الناس بذلت، كل بما يستطيع بذل من المجهود. أنا أذكر نحن نفاوض كنا على الأرض، هو أصلاً أخذت كان هناك أرض هذه لوحدها الكبيرة اللي فيها المسجد، ثم أضيفت لها قطعة الأمامية هذه، فرحنا نفاوض على القطعة الأمامية هذه اللي هي خارج المسجد، قالوا نعطيكم إياها 99 سنة. الهيئة المكتوم قالت لهم لا يمكن، هذا مسجد لا يمكن، لا 99 ولا 999 سنة. وأصرينا إلى أن أعطي بالكامل، لأن مع العلم هو ليس من المسجد، يعني هو الجزء الأمامي هذا الذي لو لا قدر الله انتهت المدة وأرادوا أن يهدموه ياخذوه، يعني لن يؤثر على المسجد، فكيف نبيع بيت الله عز وجل؟ يعني كيف واحد يفكر هذا؟ الكراء، ماذا نعني بالكراء؟ لا أفهم أنا، أنا كل الذي أفهمه أن هذا المكان نحن عندنا جزء منه ممكن يستخدم لأهداف اجتماعية. كان عندنا حفل زواج مغربي هنا قبل 4 أيام، قبلها حصل حفل زواج، هذا ممكن يدفع مبلغ مساهمة منه إلى، لو ذهب إلى أي مكان حتى يستأجر سيدفع مبالغ كبيرة. هذه تأتي مؤسسة عندنا في أيرلندا، بعض نحن عندنا مشروع التعريف بالإسلام للمدارس، كل يوم يأتينا مدرستين، هذا في أيرلندا مدرستين أيرلنديات غير مسلمين بهم 40-50 طفل تقريبا، هؤلاء يأتوا لزيارة المركز ويتعرفوا على الإسلام، يتعرفوا على الإسلام، يسألوا، تعرف الإعلام وما وضع في ذهن الناس حول الإسلام وحول الكذا، فنحاول أن نجيب هؤلاء، لأنه أنت تبني على الجيل الصغير، لأن هذا الجيل الذي سيحكم في المستقبل، فإذا كان عنده فهم صحيح للإسلام، نحن لسنا مبشرين كما يعملهم ويرسلوا مبشرين لأفريقيا وغير، لا، نحن لسنا مبشرين، لكن نحن نعرف بهذا الدين. فأحيانا تأتي مدرسة ما شوف إلا بعدين بعثين شك ب150 يورو كذا، كنوع من المساهمة في الـ 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 يعني خدمة المركز. ونحن الحمد لله الهيئة غنية عن هذا، ولكن خلاص بعد نفس العملية لما يصير هنا برنامج، لابد احنا ايضا يعني لابد ان نضع في اذهاننا ان هذا المركز يصير فيه موارد، موارد بالحلال، ليس بالكراء بالمفهوم أنا أكريها مثلا لناس يعني يقوموا شيء يخالف الإسلام ويخالف الدين الإسلامي، بالتأكيد لا، بالتأكيد، لكن حفل اجتماعي، حفل زواج إسلامي بإطار الإسلامي كله، هذا ممكن يأخذوا، نحن لسه بادين يعني ما نعرف هل سنمشي بهذا المشروع ولا لا، لكن الحمد لله عندنا الصالة هذه اللي شفتها، هذه مجهزة بالكامل، بالكراسي، بالطاولات، بالمسرح، بكل شيء، بالصوت الخاص بها، ممكن أن يجتمع مسلمين هنا. أنت لما تأتي إلى مكان إسلامي أنت آمن على نسائك، تعرف أنت الفنادق مثلا كاميرات في كل مكان بالفنادق، ما تأمن أنك أنت تكون يعني في 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 الوضع الذي أنت ترتاح فيه كمسلم. فنحن كنا نؤمن هذه الخدمة للمسلمين فيها. الموارد الرسمية هي مصدر واحد،
وهو هيئة المكتوم الخيرية، مثلها مثل كما قلت لك كل المشاريع التي عندنا في أيرلندا، في هولندا، هنا في روتردام، في عندنا في أستراليا، في المشاريع اللي موجودة عندنا مواردها الرسمية المباشرة تأتي من مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وليس كما ظهر في الإعلام أظهر صورة الشيخ محمد بن راشد. الشيخ محمد هو حاكم دبي، الشيخ حمدان هو ليس بحاكم دبي، هو الشيخ حمدان بن راشد هو أخوه، نعم، وهو وزير المالية في الصناعة في الإمارات، ولكنه ليس بهذه الصفة، هو بصفته الشخصية أنشأ هيئة المكتوم وجعل شكل لها مجلسا، وهذا المجلس هو الذي يقوم بإدارة هذه الأموال، وهو يشرف على سمو الشيخ، يشرف على هذه الهيئة. مغاربة مالكية، ونحن ندرس المذهب المالكي، لدينا الشيخ عبد الوهاب يأتينا خصيصا كل أسبوع يعطي درس في الفقه المالكي، ولدينا الخماري حفظه الله الشيخ الخماري يأتي ويعطينا دروس في الفقه المالكي، وكل ما نمشي عليه هنا على الفقه المالكي. نحن كمكتوم لا نفرض فقها على أحد، في أيرلندا لا يتبعون الفقه المالكي، هنا الغالبية مغاربة، فالفقه المالكي هو السائد وهو الغالب، وهذه طبيعة الأشياء، هذه طبيعة الأشياء. يعني أنت لو في تجارة وهي تجارة مع الله إن شاء الله، أنت في تجارة تنزل إلى السوق في وسط حي من الأحياء، كل مجتمع معين مغربي مثلا، الخدمة التي تقدمها حتى تربح، حتى تعمل تجارة حقيقية مع الله، تقدم لهم الخدمة اللي يحتاجوها. أنا المغاربة عندي هو الفقه المالكي الذي نتبعه، وإلى اليوم احنا مثلا أرسل لنا حوالي 2000 مصحف من على رواية حفص، قلنا لهم ما ينفع هذا أخي، نحن هنا قراءنا كلهم ورش، فردينا فجئنا بكمية أخذتها عندي هناك، لأن هناك عندنا خليط من أجناس من 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 من, من أعراق مختلفة، وجئنا برواية ورش لأن الناس تقرأ هنا. يعني أنت تأتي هنا، معنى ذلك قلت لهم لن يقرأها أحد، هم فرحانين وقد أرسلوا 2000 مصحف هدية وكذا، ما ينفع، قلت لهم له هذا الكلام ما ينفع. نحن هذه تجارتنا مع أحبابنا المغاربة، ينبغي أن نقدم له خدمة التي يعني تناسبهم ويفهموها ويعرفوها. وأنا حتى الأئمة عندي، وأسأل الأئمة حتى لما أقول لهم يا أخوة بين الفينة والفينة حدثوهم بلغتكم الدارجة، حتى يكون يعني التواصل أقوى، لا يكفي حتى العربية، أحيانا بعض يفهمك بالعربية، يفهمك بالفهم العام، لكن بالفهم الدقيق يحتاج أن تكلموا باللغة الدارجة. كلموهم، وأنتم تعرفون هذه اللغة الدارجة يا أخي، قلت لهم كلموهم، ما المانع أن يكون عندي بعد خطبة الجمعة أنت تخطبها بالعربي، تخطبها بالهولندي، أعمل خلاصة لها بالدارجة، هذا وأسألهم وأسمع منهم هم يقولوا لك ماذا قلت لهم، لأنه هذا مذهبنا في العمل. نحن نريد أن نوصل رسالة الإسلام إلى الناس، نحن نريد أن نرسل رسالة الإسلام، نحن يهمنا أن الناس تفهم الإسلام وأن تتعامل بما تفهم. طيب، يهمنا هذا الجيل الثاني، أبنائنا الذي بدأنا نفقدهم في مجتمعاتنا المسلمة هنا، أصبحوا إسلام باسم فقط، أو لا قدر الله متطرفين، وأنت ترى ماذا يحصل من التطرف هذه الأيام، ويؤسفني يقف واحد مثل الأخ الإبراهيمي يتكلم عن داعش وما داعش هنا في 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 هذا كلام خطير. نحن بالنسبة لنا هذا تطرف، والتطرف نوعين، تطرف بهذا المنحنى منحة، والتطرف الآخر الذي الجهل تطرف آخر، الجهل تطرف خطير جدا أيضا. فنحن نحارب تطرفين في داخل المجتمع المسلم، نأتي بالمجتمع،
نأتي بالدين الإسلام بالفهم الوسطي البسيط العميق في نفس الوقت. فهذه يا أخي يعني بالتأكيد صورة، هذا هو التصور الذي عندنا، ونحن الآن بصدد إعداد استراتيجية للخمس سنوات القادمة لماذا نريد، هكذا اسمها، ماذا نريد من مسجد السلام، من مركز السلام، لأنه كلمة مركز أعم من كلمة مسجد. ماذا نريد من مركز السلام؟ نريد أن يكون شعارا يفتخر به المسلم، وعنوانا يرتاده غير المسلم حتى يعرف الإسلام، وباب صلة بيننا وبين الناس يستطيعون أن يصلوا إلينا الذي لا يفهم الإسلام وتواصلنا. نحن الآن في أيرلندا، حينما يأتي وفد من أي بلد إسلامي في العالم، الحكومة الأيرلندية تأتي به إلى مركزنا حتى تفتخر، تقول لهم هذا مركزنا، مركز الإسلامي في أيرلندا. نحن نريد أن نصل إلى هذا، بحيث أن نكون عنوان لكل شيء، عنوان لكل خير، عنوان للمحبة، عنوان للسلام، عنوان للتعاون. وما يضرني أن يأتي يدخل إلى المسجد غير المسلم، يدخل يتعلم الإسلام، يسمع عن الإسلام، يعرف عن الإسلام. إذا نحن ستسأل، أنا وأنت سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى، كم سنة صار لك في الغرب أنت؟ أنا صار لي 34 سنة، 34 سيسألني ربي ماذا فعلت بهذه 34 سنة؟ كم إنسان أنت لن تهدي من أحببت، الله يهدي من يشاء، لكن كم إنسان أنت حاولت أن تصل إليه ها وتعينه على أن يتعرف على الإسلام، بعدين تبرئ، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون. نحن نعذر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه رسالتنا أخي، وهذا هو المنظور الكذا. وأئمتنا الحمد لله، يعني أنا أفرح بهم لأنه شباب، لأني أستطيع أقول أنه أنت تبني على الشباب، نحن نراهن على الشبيبة، نحن نراهن. أنا خلاص واشتعل الرأس شيبة، اليوم غدا بعد غدا مودع، لكن في أجيال قادمة نحتاج من يرعاها، وما يرعاها إلا الشباب من أمثاله. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني يوحد الكلمة ويوحد الصف، ويقفل علينا باب الفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى نستطيع أن 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 أن, أن نتقدم إلى الأمام، وحتى تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، وحتى لا نؤتى. أخطر شيء أخي أن يؤتى الإسلام من قبلك أو من قبلي، أخطر شيء هذا. فلا ندع للشيطان بابا أن نختلف أنا وأنت، نختلف شيء طبيعي، لكن لا ننشر غسيلنا. بارك الله.